تحية لكم مشاهدين، أهلا بكم في نشرتي الواحدة. إليكم عناوين النشرة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل جون شارل جوزيف كلارك الوزير الأول الكندي السابق المبعوث الخاص للوزير الأول الكندي جوستين ترودو. ملبنة وادي العثمانية بميلا مشروع شراكة بين مربي الأبقار لرفع كمية الحليب الطبيعي الطازج لإنتاج مختلف أنواع الأجبان. سوق الخضر والفواكه بعين بسام يطالها الإهمال، وفي انتظار إعادة تهيئتها التجار يعرضون السلع على الأرصفة بشكل عشوائي. أهلا بكم. إذن بداية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية شارل جوزيف كلارك الوزير الأول الكندي السابق المبعوث الخاص للوزير الأول الكندي جوستين ترودو. كما استقبل اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد الوزير الأول السابق المبعوث الخاص للحكومة الكندية شارل جوزيف كلارك. وخلال المحادثات سلم كلارك للوزير الأول رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من الوزير الأول الكندي جوستين ترودو. اللقاء سمح أيضا لممثل الوزير الأول الكندي بتهنئة الحكومة الجزائرية بمناسبة مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة، وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شارك أمس بالعاصمة مونتي فيدو رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكي بو. وبالمناسبة نقل شنين للرئيس المنتخب تحية وتهاني رئيس الجمهورية وتمنياته له بالنجاح، وكذا رغبة الجزائر في تطوير تعاونها مع الأوروغواي ودعم كل ما من شأنه توطيد العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبين. ومن جهته أعرب الرئيس لويس لاكي بو عن امتنانه لمشاركة الجزائر في حفل تنصيبه بهذا المستوى العالي، معبرا عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الجزائر والتنسيق معها في مختلف المحافل. ويذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد أجرى على هامش مراسم التنصيب عدة لقاءات مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة. استقبل اليوم وزير الطاقة محمد عرقاب كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون الإيطالي مانييلو ديستيفانو. الطرفان بحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال الطاقوي والبيئي. تباحثنا مع وزير الطاقة سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة، خاصة وأن الجزائر بإمكانها المضي قدما في هذا المجال. تحدثنا على كيفية كذلك لما لا ربط شبكة الكهرباء الإيطالية الجزائرية لتعاون أحسن في ميدان الإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، والتعاون في كذلك مع بعض لبغلة هذه العملية لمحافظة على البيئة من خلال إنتاج الطاقة كذلك. في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين من خلال رزنامة انطلقت في 20 فبراير الفارط وتمتد إلى 12 مارس 2020، أشرف اليوم وزير التربية الوطنية محمد أجعوط على لقاء جمعه بالأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات وأعضاء المكتب الوطني. وخلال هذا اللقاء تم تناول المواضيع والملفات ذات الطابع البيداغوجي والاجتماعي، حيث أكد الوزير في كلمته أن برمجة هذه اللقاءات تترجم صدق نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية لتبادل الرؤى حول العديد من المسائل المطروحة في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري. تحت شعار من أجل جمهورية جديدة، احتضنت جامعة المسيلة على مدار يومين الملتقى الوطني حول إثراء مشروع تعديل الدستور الذي شارك فيه أزيد من 70 محاضرا من 28 جامعة وخمسة مراكز بحث علمي. محمد رضا بوزيان. من أجل جمهورية جديدة،
شعار الملتقى الوطني الموسوم بإثراء مشروع تعديل الدستور المنظم بجامعة محمد بوذياف بالمسيلة. أجدد القول أن مبتغى السيد رئيس الجمهورية هو أن يتوصل الجزائريون فيما بينهم لصياغة دستور جزائري جزائري خالص، بالاستفادة بكل تأكيد من مختلف التجارب العالمية، يضع الجزائر على سكة صحيحة من أجل الانطلاق الفعلي والحقيقي نحو بناء مستقبل زاهر إن شاء الله تعالى. إن النية صادقة مع الشعب ولله والوطن، وإن الإرادة متوفرة، والله هو الموفق والمستعان. أساتذة وخبراء من 28 جامعة عرضوا خلال يومين أهم التعديلات الواجب إجراؤها كل حسب اختصاصه. مستوى النقاش عالي جدا، مستوى المداخلات ممتاز، كلها تدور حول المحاور المدرجة في رسالة التكليف. يعني في كل جزئية وفي كل محور المتدخلون يعني يبدعون، يعني يعالجون المسائل بعمق كبير 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 جدا، ويقدمون ماذا توصيات في غاية 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 من الأهمية. هذا البرنامج نتاعو الانتخابي لا يمكن أن يجسده إلا بالنظر إلى أسمى وثيقة اللي هي الدستور، هو أحد مطالب الشعب الجزائري. وسترفع هذه المقترحات كسابقاتها إلى لجنة الخبراء للاستفادة منها في دباجة المسودة النهائية لتعديل الدستور وعرضها على البرلمان للمناقشة. أفاد بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه بفضل النظام الرصد والإنذار الذي تم وضعه وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا، تم التمكن من استعادة مسار رحلة المسافر الجزائري البالغ من العمر 83 عاما وابنته المقيمين بفرنسا، واللذين أقاما في الجزائر من 14 وإلى غاية 21 من شهر فبراير المنصرم مع أسرتهما في ولاية البليدة، والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا بتاريخ 21 فبراير الماضي. ويضيف البيان ذاته أن المعنيين لم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد مرور 3 أيام من وصولهما إلى مدينة البليدة بتاريخ 17 فبراير 2020، هذا وقد تمكن المسح الوبائي من التعرف على الشخصين اللذين كانا على اتصال مباشر بالمصابين، وهما امرأة تبلغ من العمر 53 عاما وابنتها البالغة من العمر 24 عاما، وقد تأكد أنهما حاملتان للفيروس ولكن أصحى حسب ما أكده المخبر الوطني المرجعي لمعهد باستور، حيث تم بعد ذلك حجرهما صحيا والتكفل بهما. هذا وأكد مسؤول بلجنة الصحة الصينية أن نسبة المرضى الصينيين الذين تعافوا من المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد قد فاق 52% فيما ارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2788، وما يزيد عن 78,800 حالة إصابة مؤكدة. لليوم الثاني على التوالي تواصل الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسية أفريل 2019. في مجال الاستثمار الصناعي تحصي ولاية تيارت 1200 هكتار من العقار الصناعي، منها 335 مشروعا مسجلا، 25 منها فقط قيد النشاط. عبد القادر بن غنو حقق في الأسباب. ينتظر مسيرو مركب طحن الحبوب بمنطقة نشاطات بمدريسة بولاية تيارت رخصة الاستغلال منذ 4 سنوات. المركب بطاقة استيعاب تتجاوز 1400 قنطار في اليوم، مع إمكانية توظيف 50 عاملا بشكل دائم. لكن المطحنة مسها قرار التجميد الصادر عن الوزارة الأولى سنة 2017. كان مشروع تاع مينوتري راه في 5 سنوات باللي مكمل. 5 سنوات. هذا تمول مينوتري هو اللي كان مخدمنا وناكلوا معاه الخبز. لي مينوتري هذوما عندنا حوالي 6 مشاريع يسون يعني واجدين اشوفي اير اكتيف، عندهم يعني مشكل بخصوص الديسيجن كوتا سيسيالس. maintenant pour les autres يعني انفستيسور مستثمرين متقاعسين، الغينا حوالي 45 مشروع.
من مدريسة إلى منطقة النشاطات بسوقر، حيث تعمل مؤسسة في إنتاج عتاد الري على تجاوز العقبات التي حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة. الماك عاونتنا في المشروع، عطاتنا بجملة العتاد، ومن بعد ما بقاش تمشي معنا في المواد العوادية. زيد كثر من ذلك دخلتنا في المحكمة، حاولت يدير المشروع هذا بثمن رمز، ولا اقترحت عليهم كيما هم يديروا كاع بعض شراكة بيني وبين البنك. نطالب منهم باش يعاونونا، هنايا راه كاين مؤسسة دايرة بدا ماشي غينا، بدا باب 30 خدام ونصهم راحوا سمحوا. نقلنا الانشغال لمسيري المؤسسة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف بالعاصمة، فكان الرد. On est dans tous les secteurs d'activité, غير l'agriculture et le commerce. Il y a des projets, وين رانا في 8 سنين. أي يقول لك لا قعدوا معايا ما عنديش actuellement pour acheter دعوات، وخدموا معايا، نخدموا معاه. Il y a des projets وين رانا depuis 2012. Puis احنا ثاني on privilégie ce qu'on appelle les crédits syndiqués. قال روح عندنا نعطيوك شوية، مي نروحوا les autres institutions financières. On peut ramener de l'argent ailleurs. إعادة النظر في قرارات التجميد في عدد من المشاريع الاستراتيجية وتسهيل إجراءات التمويل من قبل مختلف المؤسسات المالية سيسمح بإنعاش العديد من الوحدات الإنتاجية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام. أشرف اليوم وزير الصناعة والمناجم محمد عرقاب على إطلاق ورشة عمل حول شعبة زيت الزيتون، وذلك بحضور مستثمرين في المجال، إضافة إلى مسؤولية القطاع لوضع خطة عمل وطنية للتنمية الصناعية لإدارة كل من التدريب التسويق والتصدير، إضافة إلى تحويل المنتوج وتخزينه. هذا وحث الوزير المؤسسات على رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين النوعية. الورشة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين في كل الشعب بطرح يعني مشاكلهم وطرح رؤاهم اولا، لانه كاين شعب عندهم اشكالات يعني في الماضي، ولكن لازم تكون عندهم رؤى. احنا ما شحنا باش نفرضوا عليهم رؤيه ولا حتى باش نسطروا لهم رؤيه، ولو انه الحكومه عندها استراتيجيتها ورؤاها، ولكن اللي يهمنا هما انه نعرف ما هي رؤيه هذا الشعب، وهذا الشعب بالاخص انها شعبه يعني استراتيجيه لنا فيما يخص الترويج للمنتوج المحلي. وشعبة الزيتون بتيبازا تتجه قدما نحو العصرنة حسب المصالح الفلاحية التي وفرت معاصر حديثة للتحكم في منتوج الزيتون وتوفير مادة زيت الزيتون ذات الجودة العالية دل الماضي. أكثر من 80,000 قنطار من منتوج الزيتون تحصيه ولاية تيبازا كل سنة، إلا أن نقص تأطير الفلاحين وكذا المنشآت القاعدية حال دون التحكم في إنتاج زيت زيتون ذا جودة. احنا المشكل ماهوش فينا باش نخدموا لا فيرج، احنا المشكل راه في الفلاح، لازم نوعوا الفلاح، لازم يجيب الزيتون تاعو ما يفوتش 48 ساعة. احنا تفهمنا باش كل فلاح واش يقلع في اليوم نفوتوا عنده، كي تكون ماشينا اندستريال احنا تساعدنا، خاطر الماشينا اندستريال تقدر في 24 ساعه تعصر حتى 500 قنطار. كان الحظ للولاية أنها اكتسبت مطحنة جديدة مودرن في إطار لونساج. ويتطلب التحكم في شعبة الزيتون التوجه نحو الزراعة بالتكثيف. وهنا المناخ هنا يعطينا واحد 500 ولا 600 مليمتر تاع الشتاء، وهذاك الشتاء هذيك تخلي، وثاني التربة هنايا كاين تربة صديرة راهي طينية، تخلي نديرو 200 شجرة في القطار. ولكن كاين مواضع وين نديروا اكثر من منها، اكثر من نجمو نديروا 400 500 600 شجره، وهذا اللي يعطينا مردود ومنتوج كبير اللي خلينا نروحوا باش نروحوا المعصرات. نتمناو ان شاء الله بربي يضوك باش الاخوه المنتجين يتهيكلوا ويغتنموا هذه الفضاءات اللي دارتها وزاره الفلاحه. وتأتي عصرنة شعبة الزيتون ضمن مخطط عصرنة القطاع الفلاحي الذي توليه الدولة اهتماما لخلق بديل اقتصادي. وفي شعبة الحليب يطمح صاحب ملبنة بوادي العثمانية بميلا إلى تضافر الجهود بين مختلف مربي الأبقار الحلوب لجمع الكمية الكافية لإنتاج الحليب الطبيعي الطازج ومشتقاته. نور الدين بن عبسة. المزرعة المدرسة بوادي العثمانية مشروع أريد له أن يكون مركزا للتكوين والشراكة بين المربين والمالك للحفاظ على مستوى البقر الإنتاجي وجمع أكبر كمية ممكنة من الحليب. احنا خلقنا هذا السنتر دو فورماسيون بور ليلفاج،
وين شرطنا على الموالين تاعنا ان شاء الله ابتداء من شهر مارس يبداو يخدموا معنا، انه يجي يعيش مع البقره تاعنا مده معينه، ثم نعطيه البقره بانتاج حليب معين ونرافقوه حتى يوصل يبقى هذاك المستوى تاع الانتاج ولا كاليتي نتاع الحليب. يوجه الحليب الى الملبنه بمواصفات عاليه وبالكميات المطلوبه دون تذبذب لإنتاج أنواع الأجبان الموجهة للمطاعم والفنادق وشركات الطيران والمساحات الكبرى. هذا المشروع يكون عنده فاعلية كبيرة على لابودر جيلي، ويولي المواطن يشرب الحليب الطبيعي بماتير غراس 3.6 أجبان إلى غيرها تنحت من الامبورتاسيون، وإحنا لازم هزينا التزامات مع الكاترينج ومع المواطنين باش نوفروا هذه الأجبان. وبدات نوعيه لان الشركه عندها لا كاليفيكاسيون ايزو 22000، دونك هذه الاجبان هذه لازمنا نغطيو السوق حاليا اللي فيه النقص الموجود. ويبقى طموح القائمين على هكذا استثمار فلاحي تحقيق مليون لتر يوميا على مدى 5 سنوات. وضع كارثي تشهده السوق القديمة بعين بسام بالبويرة، مما دفع بالتجار إلى عرض سلعهم على أرصفة الطريق بشكل عشوائي انعكس سلبا على المحيط وتنظيم النشاط التجاري. فاطمة الزهراء بن فرج الله. وسط هذه النفايات تباع الخضر والفواكه في سوق عين بسام بولاية البويرة رغم تخصيص أغلفة مالية هامة لإعادة تهيئته في السنوات الماضية. البلدية قدام خطرة تجي تقول لك الرمم من واسي وما شفنا حتى حاجة. الدراهم 10 ملاير قالوا لنا باللي نسقموا المارشي ونقلبوه الله يبارك منه مدة عندها بالك 5 سنين من كان 8 سنين ما كان حتى حاجة. نطلبوا من السلطات يخزوا لينا ويشوفوا المارشي هذا. فيما فضل بعض التجار غلق محلاتهم، اضطر البعض الآخر إلى البيع بطريقة غير قانونية. كي تخزر منا شوف الطريق هذه طريق تاع الناس، وكاين جيران، انا واحد نسكن هنايا ونخدم هنايا، دي فوا يكون عندنا مالاد والله ما نقدروا نجوزوه بين نروحوا منا للسبيطار. حنا كنصبنا في المرشي الحاله من الزمان مشتريه فرحنا نفرحوا. لكن على بعد كيلومترات توجد هذه السوق الجواريه بعين بسام هي غير مستغله وطالها الاهمال. ثم كان بكري تسمه لوناكو تاع لوناكو، ودركا حنا داك السوق سمع ما يكفيهمش التجار، حبينا نحولوهم ولينا سقمناه دينا له مرافق دينا له كذا باش ان شاء الله نحولوهم. وهذاك السوق تاع وسط البلاد راه عنده مشروع اخر مع مديرة التجارة باش يتريب كامل ويتبنى على واحد ربع طبقات. وحتى لا تصبح الأسواق الموازية واقعا مفروضا على المواطن، لابد من الإسراع في استغلال هذه السوق بعين بسام. رغم توفرها على شبكة الربط بالكهرباء ومحطات جديدة للإنتاج، إلا أن التموين بالطاقة الكهربائية غير مضمون بمنطقة مهرو بولاية إليزي، انعكس سلبا على يوميات الساكنة. إبراهيم بالخير. هكذا كانت فرحة سكان منطقة إمهرو قبل عام بعد ربط بيوتهم بالكهرباء، لكن الفرحة لم تدم طويلا لتوقف هذه المحطات عن توليد الطاقة الكهربائية. جاءوا الجروبات عام أول وخدموا البوطوات عام أول، وبصح الضوء ما عندناش، الدرك ما كان شيء. إمهرو يرى لك نين هنا أمير الزنفونا لا نسيم وديار نقيم لصنع للهدي الروقة رانا برز زنفولنا أو أنه غنى دي بين تورنا تاغن تدها سريبين نغرى. إنجاز شبكات الربط بالكهرباء واقتناء 5 محطات جديدة لإنتاجها بكل المناطق النائية مشاريع كلفت الدولة الكثير، ومع ذلك يبقى المواطن محروما من هذه المادة الحيوية. المشكل اللي عندنا احنا الميزانية انتانا ضعيفة، سمى ميزانية السيارة قبل كان الولاية دعمنا كل عام تعطينا منحة باش نسيروا المخطط هادو. المشكل في التسيير المشكل صعيب شوية، المشكل نتاع الغازوال. انعدام المياه الصالحة للشرب مشكل آخر أنهك هؤلاء الأطفال أثناء جلبها من أماكن بعيدة. تقدمنا بطلب
في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس إثر عمليات بحث وتمشيط بمنطقة ود عواج بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنعة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال دورية استطلاعية ببلدية عمورة ولاية الجلفة مخبأ يحوي 10 قنابل صيد وثلاث ماسورات لبنادق صيد، في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بتمن راصد بالناحية العسكرية السادسة 4.560 كيلوغرام مادة الديناميت و27 مفجر و15 متر من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى مولدين كهربائيين وثلاث مطارق ضغط وجهاز للكشف عن المعادن. وبأضرار بالناحية العسكرية الثالثة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك مهربين كان على متن شاحنة محملة ب 1900 لتر و600 لتر من الوقود و19800 لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب. ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بسكيكدا بالناحية العسكرية الخامسة 4 أشخاص وضبطوا 245 قنطارا من مادة التبغ وبندقية صيد، في حين ضبطوا شاحنة صغيرة محملة ب 1092 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة. كما تم توقيف 82 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من تمن راس التلمسان جانت وتبسة. دوليا، وفي شأن السوري، شنت القوة التركية في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم درع الربيع، حيث أسقطت طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري بأدلب شمال غربي البلاد. فيما أعلن الجيش السوري فرض منطقة حظر للطيران على المحافظة وسط تصاعد التوتر مع تركيا. وفي سياق متصل، يتواصل تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين على الحدود التركية اليونانية في محاولات للعبور نحو أوروبا بعد أن فتحت أنقرة لهم الأبواب في مسعى للضغط على الدول الأوروبية وحملها على دعم سياسة تركيا في سوريا. في رياضة، عاد صبيحة اليوم إلى أرضية الوطن المنتخب الوطني للملاكمة بعد مشاركته الإيجابية في الدورة الدولية الإفريقية بالسنغال، ضامنا 7 تأشيرات لأولمبياد طوكيو 2020، تقول دنيا حجاب. حجز 7 ملاكمين جزائريين تأشيرة خوض أولمبياد طوكيو اليابانية. جاء ذلك على هامش مشاركة المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة في الدورة الإفريقية بالسنغال ب15 رياضيا ورياضية. حسب النتائج، 7 ميداليات أو 7 تأهلات للألعاب الأولمبية ماهيش بس الشيء الهين. وتمثلت أسماء الملاكمين الجزائريين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو: شعيب بلودينات، محمد فليسي، عمري محمد، عبد الحفيظ بن شبلة، ويونس نموشي عند الرجال. هذه الرابعة تاع لعب طوكيو، درت بيكان 5 بلاس، لندن 5 بلاس، ريو 5 بلاس، إن شاء الله البوديوم في طوكيو إن شاء الله. عند السيدات، ولأول مرة في تاريخ الفن النبيل النسوي الجزائري، ستمثل الملاكمة الجزائرية بأولمبياد طوكيو كل من رميس بوعلام وخليفة إيمان. المنافسة كانت صعبة، وين كان كل واحد يطمح باش يتأهل إلى الأولمبياد. الملاكمة الجزائرية شرفت الرياضة الجزائرية أولمبيا، حيث حصدت ميدالية ذهبية للمرحوم حسين سلطاني و5 برونزيات من توقيع موسى مصطفى، محمد زاوي، حسين سلطاني، محمد بجاوي ومحمد علالو، في انتظار منصة التتويج بأولمبياد طوكيو الصائفة المقبلة. ونختم النشرة من قصر الثقافة بتلمسان الذي يحتضن الطبعة الرابعة للصالون الوطني للمتاحف تحت الشعار المتاحف الوطنية تزور عاصمة الزيانيين. محمد سلمي. من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، تنوع ثقافي يعكس الأصالة التي تتمتع بها الجزائر. رانا بصدد إبراز محتويات متحف وتاريخ مدينة شرشان، وخاصة أنها معروفة بتاريخ له
صيت وهي ذات شهرة عالمية، كانت عاصمة لموريتانيا القيصرية. نحن نحاول دائما أن نعيد أو نسترجع الذاكرة القديمة قسنطينة، سواء بوضع متاحف دائمة صغيرة أو متاحف أو معارض متغيرة في كل غرف من غرف موجودة في القصر. يرتكز نشاطنا على بعض النشاطات الثقافية والمعارض بالإضافة إلى الملتقيات، وذلك للتعريف بمختلف الآثار الموجودة في مدينة، سواء في مدينة تلمسان أو في مدن أخرى من الوطن الحبيب. المتاحف الوطنية تزور عاصمة الزيانيين، تظاهرة سنوية هدفها تبادل المعارف وتثمين الموروث المادي واللامادي. مشاركة في تظاهرات ثقافية داخل الوطن وخارج الوطن من أجل المعرفة بهذا التراث، الإرث المعماري المادي المبني بالطين. نحن بصدد أيضا بعد الاكتشافات الثانية الحديثة لمجموعة من العظام وأيضا ناب للفيل مكتشفة حاليا في موقع عين بوشيط، خلى المتحف يبرم عدة اتفاقيات للقيام بعملية الترميم والتنظيف. وتعد هذه التظاهرات ثمرة من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية والترويج للسياحة الثقافية. نهاية النشر إليكم تذكرا بعناوينها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل شارل جوزيف كلارك الوزير الأول الكندي السابق المبعوث الخاص للوزير الأول الكندي جوستين ترودو. ملبنة وادي العثمانية بميلا مشروع شراكة واستثمار بين مربي الأبقار لرفع كمية الحليب الطبيعي الطازج لإنتاج مختلف أنواع الأجبان. سوق الخضر والفواكه بعين بسام يطالها الإهمال، وفي انتظار إعادة تهيئتها التجار يعرضون السلع على الأرصفة بشكل عشوائي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.